بدي اياك تتذكر الوعد اللي وعدتني اياه وقت جبت بورفا على هالبيت. انا بدي ابن سانجو هو اللي يحمل اسم العيله وكمان يكون الوريث. حبيبي ما كان لازم توعد هيك وعد. بورفا بتستاهل تكون مبسوطه، هي عندها حق انه تكون ام لهيك. ما بتقدر انك تحرمها من هالحق. كل حياتك كنت تحلم يكون عندك عيله خاصه فيك بيدان. رح اعطيك هاي العيله والفرحه، انا بوعدك. ليش هيك صار؟ بعرف انك دائماً ما بتقولي غير الحقيقة. طيب ليش ما خبرتيني؟ معناها خبيتي علي. قليلي انت ليش ما خبرتيني بالحقيقة مثل ما بتعملي دائماً؟ ما عم صدق انه هذا ابن حدا. شو من شأن أحلامي؟ ليش هيك عم يصير؟ كيف خربتي أحلامنا؟ كيف خربتيها يا بورفا؟ كيف قدرتي تخبي؟ أنا ما عم صدق إنه هالشي صحيح. أنتي بتحكي الحقيقة دائماً وبتقاتلي كرمال الصح. هلأ ليش هيك عملتي يا بورفا؟ ليش؟ ليش؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.